اهلا وسهلا بكم متابعي القناه ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد عند بريكاو مع فيزتي العزيزه. يلي اختك مولاتي غزاله. كي دايره لاباس عليك؟ الله يحفظك الله يحفظك ونجيك. عرفتي كثر كتحسوا بيا ملي تكون عند فيزه على ستي الضحكه من هنا حتى لهنا. يلي اختك مدام مولات انت عندي عزيزه الله يكبر الله يطول لي عمرك وعندنا المتابعات ديالنا عزازات اخوات ديالنا لي سوغيت ديالنا ليمونات لي سوغيت ومرحبا بهم ومبروك عواشركم الصحه والعافيه يا ربي وحنا سي تان بليزير دو فو روتروفي نتلاقاو معكم من جديد ومرحبا بكم الف مرحبا كلشي تيسول انت غتمشي تصوني عند مدام فيزا ولي برومو تاع مدام فيزا والهميزات ديال مدام فيزا ولفتيهم ولفتيهم القعيله ديالي والله الا سي افيك كنديروه بالعشق الحمد لله وتنديروه بالحب الكبير ليهم حنا دائما كيكون عندنا ان بليزير يجيو عندنا وانا ما انا دائما كندير راسي في بلاصتهم صح ما خصش شي حاجه اللي تنقصو في الطبله صح ويكونوا ثمانات مناسبين واحد الحاجه بحال السيده اللي كانت دابا اش قالت لي قالت لك بغيت نكمل لا كوليكسيون ديالي عجباتني هذه حيت حنا نكمل لا كوليكسيون ديالي في الكونديكتور حتى اللي خدات شي حاجه شحال هذه تكملها دابا انا كنا درنا واحد انا وياك مدام منى كنا درنا الفيديو ديال البراد ولارجونتري بصح الحمد لله كلشي خدا البراد خدا هذا دابا كنت قلت للكليانات اللي جاو عندنا اليوم راه غتجي غنجيو لي كوليكسيون تكملوا الطبله ديالكم تمام خديتوا البراد خديتوا السلك الكيسان دابا ان شاء الله ياخذوا الاطقم درمدان السوبيرا والغطران وبيسلات ودوك لي سيرفيس كومبليمونتير صغيرين تبارك الله داكشي فن وي تبارك الله والهدايا ان شاء الله كيف عودناهم في شهر شعبان جيم وبارطاج وما تفلتوا فوالا جيم وبارطاج لمدام منى ومدام منى راه الي اونيك حنا بالنسبه لينا مدام سميت منى مدام منى اسوسيت منى هي بخيكاهو ما كيتفارقوش الله يكبر بكم انا كلشي كنتيسول راه عرفتكم تعرفوا الحنتيه لا كرياسيون ماشي كتمشي تجيب ليكم تقدا ليكم البلاصه وتجي داكشي علاش تعطلنا شويه في لا فيديو حتى وجدات لا كوليكسيون جديده الخاصه بشهر رمضان مع هاد الاجواء ديال الوباء بلي كوموندي كنديرو حنا لي كوموندي كلشي على اتخونجي ماشي في المغرب ولا كلشي تيكون ثقيل شويه ثقيل وطلعوا الثمانات زعما ماشي في كثير راه كاينه في الخارج في لا برودكسيون مي حنا الحمد لله تنشريو الكميات يعني الاثمنه ديالنا كنحاولوا يعني نجيبوا اثمنه جوده ويكون الثمن مناسب جميع كنخدموا بالبركه فوالا جميع لي بيجي تنخدموا بالبركه وتنخدموا بالبركه ديال الكليانات ديالنا الحمد لله شكرا غير اللي كنبغي نقول لكم ان المحل ديال بخيكاو اللي كنصور لكم فيه دابا كاين في تاشفين سنتر في المول ديال تاشفين في شارع تاشفين في مدينه الدار البيضاء عندهم فرع ثاني اللي كاين في المارينا شوبينغ في جانب بالقرب من المسجد الحسن الثاني كاينين في الطابق الاول مقابلين مع كيابي وايضا الناس ديال الرباط اللي عجبتكم اي حاجه هنايا عندهم فرع في مرجان حي الرياض ديال هو في الطابق الاول وما كيسدو حتى نهار هذا هو اللي زوين ما كيسدو حتى نهار يعني تقريبا العام كامل كتسدو يومين يوم العيد الكبير والعيد الصغير صافي فاش كيسدو يعني اي حاجه عجباتكم البنات سواء خديتوها من الفرع ديال تاشفين سواء خديتوها من الفرع ديال مارينا شوبينغ اللي كاين في مارينا شوبينغ يعني الناس ديال الحي حساني ديال الولفه ديال بورغون ديال المعارف ديال فين تاني مثلا الناس اللي عند دار بوعزه كلهم الفرع ديال مارينا شوبينغ غيجي هو اللي قريب واللي قريب كل واحد نفس السلعه واللي بغى يجي هنا مرحبا اللي بغى يمشي تما مرحبا حنا درنا لهم هكا تنبغيو غير نقربوا لهم زعما نقربوا يجيهم ساهل يجيهم ساهل سوقوا دابا في المارينا ان شاء الله غتحل الطريق ان شاء الله تحل الطريق باذن الله واللي زوين ثاني غنحط لكم رقم خاص باستقبال الطلبات الناس اللي خارج المغرب اي حاجه عجباتكم فممكن انكم يعني تواصلوا مع الرقم اي حاجه عجباتكم كتوصلوا بها فين ما كنتوا واخا تكونوا خارج المغرب المهم ما نطولش عليكم بهاد 4 دقائق ديال المقدمه غتجيكم طويله بزاف توحشناكم وبغينا ندويو معكم شويه فكنتمنى ان الفيديو يعجبكم ما تفلتوا كي قلت لكم حتى لقطه لا جيم والبارطاج باش كلشي يستافد وكل بارطاجي الفيديو مع ماماك مع اختك مع جارتك مع اي شخص عزيز عليك اولا عندك لي كونتاكت ديالك باش تستافد من هاد الهميزات وبقاو معايا وما تشوفوا فيا كما مدام فايزه نبداو على بركه الله على بركه الله يلا لي جيم لي جيم لي جيم وليتس جو البنات غادي نبداو على بركه الله اي باك ان شاء الله وريتكم مش اي باك اي طقم وريتكم ان شاء الله باذن الله غادي نشوفوا لي باك ديالو ياك غنبدا لكم بالطقم الاول اللي هو البغودي اولا المطروز البنات شوفوا معايا كيفاش كيجي داير هذا كان تا كان شحال هذه وعاودتي رجعتي بشكل جديد وبالوان جديده الوان جديده تبارك الله عليك شوف كيفاش كيجي داير خاصتي حسان ديال
الزبونات ديالنا حيت قريب للثقافه ديالنا المغربيه لانه كيجي مطروز ولا بدا ما يكون عندنا السربس مطروز حنايا شتو كيفاش كاين لوينات خطيرين البنات هذا ان فيغ ايمرود ما بين الفيغ وما بين الزرق البنات وبيان سور لا توش ديال الدوغي وان شاء الله راه كاين حتى لي سامبل اللي بغاتو سامبل يعني لون واحد يعني ما يكونوش مخلطين راه كاين متوفر بالنسبه لهذا لو سيرفيس شنو كيمشي فيه مدام فيزا نفس القضيه تا هو 6 حنا عودنا الكليانات ديالنا انه تيمشي 6 6 6 سوبلا تاخذوا ولا ما تاخذوش وليني هذا كيبقى اختياري لي سوبلا غير ما تيجي زوين في الطبله بحال دابا هذا الا بغات تخلطوا دير ليه هكا عندها دي زوي بيس 6 6 6 بغات ما تخلطوش ديروا طون سوغ طون ديروا طون سوغ طون بحال هكا 6 6 6 واش كتعجبني مدام فايزه ديما عندكم لو شوا عندك لو شوا شو يعني بغيتيه بحال هكا مخلط ممكن تاخديه بغيتيه بحال هكا كي كنقولوا حنا طون سوغ طون اولا اللون في اللون ممكن تاخديه كيبقى لك انت الاختيار تبارك الله عليك وبالنسبه لو بخي ديالو 18 قطعه 18 قطعه هذا مدام منى هذا البغوضي هذا اللي حطينا هنا فيه 21 طروز على جوج مرات طروز الطرزه الاولى الطرزه الثانيه شي العرش اللي فيه تبارك الله خرجنا بهذا الدوغي هذا ديفيرون على الطون سوغ طون بصح مختلف عليه مختلف عليه هذا تيبقى ب 650 درهم 650 درهم او ليو دو 890 دائما تخفيض خاص ليكم هذا خصكم تعرفوها اوتوماتيكوم 649 او ليو دو 899 هذا اللي فيه ال 21 في هذا اللون متروز على جوج مرات فوالا اما السامبل ديالو كيكون مختلف مختلف الثمن ناقص عليه كيبقى ب 600 درهم 600 درهم هي تقريبا مختلفين بواحد 50 درهم شفتوا اشنو اللي كيمشي معاك نقدروا تمشي معاه البورت كيك هذا كاطو تاهو مطروز على جوج مرات تبارك الله شوفوا اللون شوفوا اللون البنات واو مصاوب هذا الشيء راه مصاوب بحال مصاوب الورقه ديال تبارك الله عليك شتو كيفاش حتى بالنسبه لنا حنايا هذا الشيء درتو دابا هذا العرش هذا بحال حنا كاع في الصالون المغربي عندنا العرش الميطا ديالنا الميطا في النار الخاميه ديالنا لي كوسان ديكوراتيف ضروري شتي العرشه مدام منى كيفاش جبناه هكا جراقي بزاف شفتو وهذا العواشر هذا كان كاينه الفراقه الفريقه ديالو حتى هي فيها العرش حتى هي هكا شفتو فوالا هذا كيتسمى البغودي تو كالرز جوج لوان جوج لوان تو كالرز مطروز بجوج لوان مطروز بجوج لوان شفتو دو كالرز فن شوف البنات كيبقى لكم نتوما الاختيار يعني 18 بياس بوحدهم عاد من لي زارتيكل كومبليمونتير كتاخذوا يا اما البورت كيك يا اما الفراقه وكاين السيدات اللي كيبغيوهم بجوج لان هذه كتحط فيها حويجات مختلفين وهذه بيان سور المملحه تاعها هذه المفاجاه باش السيده ما تاخذش غير الطقم وتبقى بلاش قدرت الثمن ديالو ودرت لهم الثمن ديال الباك مثلا في هذا باش نساعدهم باش يكون عندهم كل شيء ما نحرقوش لهم المراحل غنمشيو نيشان الباك دابا شفتوا معايا الثمن الطقم اللي كيكون مطروز على جوج كيبقى ب 650 18 قطعه واللي سامبل يعني اللون في اللون كيبقى ب 600 درهم 18 قطعه دابا غادي نمشيو للباك بقاو معايا دابا البنات كي قلت لكم غندوزو للباك اللي خاص بهذا البغودي هذا وفيه الكادو فيه الفابور البنات اشنو اشنو هو الكادو مدام فايزه هذا قبل اشنو خصهم ياخذوا باش يستافدوا من الكادو مدام منى كنا درنا لهم الكادو في شعبان ديال السنه الفارطه حنا دائما عند حسن الظن ديال الزبونات ديالنا تبارك الله عليك يعني اللي خدات هذا السيرفيس اللي مطروز عند 21 على جوج مرات اللي ب 650 درهم خدات هذا السيرفيس هذا وخدات السوبيره ديالو هاد السوبيره حنا صوبناها بحال الحنة اكزاكتومون سي هاند ميد صوبناها باليد شتو كاين فيها ثلاثة سباقات من بعد نصوروهم يعني الكليانة ديالنا ملي تاخذ الطقم ديالها وتاخذ السوبير انا فكرت ليها تقدر تنسى هذا بصح يعني هاد السوبلا اللي غيهز لنا السوبير يعطيها القيمة انا كنعطي لها كادو باش تحطو في الطبلة تبارك الله باش تبروتيجي لها الناب كيفاش كيجي كتجي السوبير محطوطة فوق هذاك السوبلا ولا بدا كتجي خطيرة باش ما نحطوش نيشان فوق الناب هذا كنعطيها انا كادو فابور كادو كيدير 69 درهم كنعطيوه كادو باش ما تنساش الزبونه ديالنا تبارك الله وبالنسبه لا سوبيغ شحال كتقام عليها؟ هذه 159 بالنسبه للمتابعات ديالنا غتبقى ان شاء الله ب 149 شحال؟ 149 درهم 149 درهم متاكده مدام فايزه؟ متاكده دابا تمام ما قالتش لي الثمن قبل لا ما قلتهاش لك دابا حنا المتابعات ديالنا باش مش انا في الطبله كيف كتعرفيني مهضره كنبغيها ديرها كامله مكموله تبارك الله عليك هادشي اللي انا كنحس بها كتخيل كل سيده في دارها كيفاش الطبله محطوطه لا ما خصهاش تحط بحال هكا خصها دير لها بحال هكا الا ما عندهاش هكا نعطيه لها كادو باش ما تنساش بحال دابا هادي ها انت مدام منى الا حطيتها هكا زوينه ياك وليني ما غن اللهم نعطيوها الهمه الشان والهمه
تبارك الله عليك. يعني لقيت لكم الثمن ديال السوبيا وعطاتكم السوبلا هذا عطاتهم لكم فابور باش تهزي السوبيرا ديالك وتقدر تستعمليه مره اخرى في حوايج اخرين بيان سور في السلاطه في اي حاجه تبارك الله عليك. يعني كتاخذي هذه ب 650 وتزيد السوبيرا ديالها تزيد السوبيا غير ب 100 غنقولوا حنا ب 150 درهم 150 وهذا فابور شفتوا هذا الباك الاول الباك الاول الباك الثاني الباك الثاني الكادو الثاني عند الا خدات السيده الزبونات ديالنا الاكثريه تياخذوا هذه السوبلا تيستعملوهم السوبلا ولا تيستعملوهم لي صالات الا خدات الطاقم كله وخدات سته ديال السوبلا حتى هما فيهم تقريبا شي 50% كيبقاو ب 50 درهم الواحد هذا سته ديال السوبلا كتاخذ سوبلا فابور وكنزيد لها انا سوبيري الا كنت كتحط جوج صوبات في الفطور ولا كتبدل بهم كيف ما قلتي لي يا اما تاخذ دي ليزون هاد السوبيرا ها انتم انا غنبيعها اما كتاخذي باش نوريو مدى الفايزه اما كتاخذي هاد الزواقه فوالا تشوفوها معايا انا كنخدم بها هكا بزاف في الدار شفتوا البنات شوفوا كيفاش دايره يعني كتولي بحال عندك جوج ديال لي سوبيغ وهذه باش زوينه ثاني ديري فيها لي سالاد وديري فيها لي فخوي ديري فيها كلشي وتحطها غير ديكور في كوزينه ولا في قبيله دونك تتاخذ كاين هذا الشكل كاين هذا الشكل وكاين هذا الشكل وتختار هي اللي بغات واو 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 الضو الضو بحال كتدخلي الضو للصالون ديالك يعني بحال دابا الكليانه ديالنا خدات الطقم هذا وخذات مع سته وخذات البورت كاطو ديالها وخذات الفريريقه اها باك كومبلي اها يعني السيرفيس كامل مكمول اها والسوبيرا ديالو كنعطيوها سوبلا ونعطيوها سوبيرا زايده شفتوا البنات نعاودو نرجعو دابا للاثمنه بالنسبه للبورت كيك شحال كيبقى هذا كيبقى عطيني ليطا دي بروموسيون ديال الكليونت ديالنا بقاو معايا البنات حيت نتوما عندكم اثمنه خاصه ليكم نتوما ماشي بحال الناس الاخرين الناس اللي كيجيو غير يتقداو المحل عندهم ثمن نتوما عندكم ثمن هذه كتبقى ب 149 هذه 149 عوض 199 شفتوا البنات يعني ناقصه لكم 50 درهم من 50 من هنا و 50 درهم اخرى من هنا شفتوا هذا بالنسبه للباك الثاني وغنكمل معكم البنات هذا هو اللي قلت لكم المطروز لون في اللون شفتوا كيفاش كيجي داير يعني السيدات اللي ما بغاوش هكا ميكس كياخذوه اللون في اللون كاين الذهبي بالذهبي وكاين هذا كيف ما كتشوفوا معايا هذا الفيغ امغود حتى هو اللون في اللون كيجي على هذا الشكل وتبارك الله على مدام فايزه مثلا حتى بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو انهم يخلطوهم يجيو على هذا الشكل هذا فبيان سور سي بوسيبل القلب الكبير مدام فايزه فماشي مشكله اللي كتبغوا الناس كيخلطوا يا كيخلطوا نص من هنا ونص من هنا ثلاثه 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 كيجيو على هذا الشكل حتى هما فيهم تقريبا ياك نفس لا برومو نفس لا برومو نفس وفيه الكادو فيه الكادو غير هذا كيبقى ب 600 هذا 600 600 درهم 600 درهم اما 650 الاول هذا 600 تاخذوا فيغ امغود اما تاخذوا مخلط ما عندناش تبارك الله اها كتاخذ هذا السيرفيس هذا ب 600 درهم السوبيره اللي بغاتي هذه شوفوا شوفوا قبيله نسيتي يلا غنصورها لكم هذه دايره حتى هي 100 تخيل ليكم انتم غتبقى ب 149 درهم شوف الدور تاخذ هذا الطقم هذا اللي بغاتي الدوري ولا الفيغ امغود ولا مخلط وتا تزيد لا سوبيغ ديالها كتاخذ طبسيل ديال السوبيرا غراتوي فابور هذا شحال العبار ديالو هذا مدام فيزا هذا 33 33 العبار ديال 33 اها وعاد الباك الثاني الباك الثاني الا خدات الكليانه السيرفيس بسلي سوبلا ديالو فوالا ديال 600 درهم وخدات معاه 6 من هادو اللي كيبقاو قلنا ب 49 الواحد فوالا فوالا الفريريقه والبورت كاطو ها هما اللي تاهما كيجيو اللون في اللون فوالا وهذوك تاهما عندهم فيها الصوت هذه كتبقى ب 120 درهم 120 درهم 120 درهم تبارك الله عليك شوف وهذه حتى هي 120 حتى هي 120 كي تقولي الزبونات ديالنا راه الثمانات اللي كنديرو حنايا الثمانات ماشي حتى ديال الكروب الله الله يسر تبارك الله والله هذا من مدامونا حنا حيت هاد لا كاليتي البنات وخصكم تعرفوا اكسكلوزيف يعني هاد الاشكال اللي كاينين حصريين عندك غير بوحدك فوالا ما كتلقاوش في بلاصه اخرى وهاد الثمانه تقل من الثمن الجمله تبارك الله والله العظيم احنا الزبون كنعطيو الثمن ما عرفتش مدام فيزا واش نقول لهم هاد القضيه ولا ما نقولهاش المهم الا ما كنتش غادي ديال ان كاينين الناس اللي كيبغوا المعنات ديالك كيقولوا لك عافاك مدام فيزا عطاو لينا حنا كلهم حصريين كاينين والله الا حصريين تيقولوا لك ما تبيعي لتا واحد اخر بغيناهم حنايا لينا حصريين وكتقول لك لا ما نحرمش الناس ديالي والله الا غبينا قوسين الناس ديالنا سيكو حنا اوني امبورتاتور حنا اللي كنستوردوا يعني بحال كنديروا الكرو في الحانوت يعني كتبيع لكم بالثمن ديال الجملة تبارك الله عليك بغيت غير نوريكم هذيك الفراقه والبورت كيك في الفيغ امغود ها هي اللون في اللون راه هي متوفره وها هي البنات الفراقه كتجي على هذا الشكل يعني كيبقى لكم نتوما الاختيار وكيقول لكم السيدات اللي كيبغوا يديروا لو ميكست فسي بوسيبل شفتوا ثلاثة ثلاثة وهذا إلا خدات الطقم كامل خدات السوبلا وخدات الفريريقة وخدات البورت كاطو حنا راه غنديروا إن شاء الله فيهم لا سوبيغ لا سوبيغ راه تنعطيوها تبصيل السوبيرا غاتوي هذا اللي محطوطه فوق منه هذا وتختار كاع السوبلا اللي بغات ما عندناش مشكل تبارك الله عليك وتنعطيوها السوبيرا التاليه هي هذه كتبقى نفس القضيه نفس القضيه اما كتختاري هذا لو موديل جوجهم في الدوغي هذا كله هذا لو موديل تاخذ السيرفيس كامل مكمول ب
السوبلا ديالو بفريقه. شكون اللي كان كيقول الذهبي كيجي مع الفيغ ايمرود؟ هاي مدام فايزه دارت لكم المعادله. صحتك تبارك الله عليك. الا كان عندهم شدي كوسان في الصالون ماروكا يبدلوا غير شويه ديال الثوب يجي معاك شويه ديال كيحمر. بيبقى حنا راه عندنا البيج وعندنا الكغيش تماما الدوغي ضروري الاخضر ديما ندير اخضر ملكي دائما. تبارك الله عليك. الله البنات يلا لي جيم والبارطاج الهميزه اللي دارت لكم مدام فايزه وهذه غير البدايه مازال ونكملوا البنات في لي باك. كتاخذي ان باك ا بوتي بري شي حاجه غزاله وفي لا كوليكسيون جديده البرومو في الكوليكسيون الجديده. هذا الباك شنو فيه؟ فيه الفراقه كيف ما كيبان لكم في المطروز، فيه البورت كيك. شتو هادو بالنسبه للناس اللي عندهم مثلا دي سيرفيس وبغاو هاد لي زارتيكل كومبليمونتير، وفيه التبصيل هذا ديال 33 ايه فوالا. شتو اللي السيرفيس استفد بالباك تماما شتو كيجي يزيد الخاص مزال كيجي كيطيح على موان شير برودوي موان دو بخي. تبارك الله عليك. بشحال كيبقى دابا هاد لي 3 زارتيكل؟ 249 درهم 5000 ريال كتاخذي بلا راه تقريبا تيجي شي 399 فوالا، ولكن نتوما كيبقى لكم 250 درهم. شو شحال يعني تاخذ لو سيرفيس تاخذ سوبيرا تاخذ الغطار اللي غراتوي وتزيد ان تي باك وهي عندك كلشي عندك الحطه كلها مقاده. شفتوا هذا الباك الاول 249 درهم بعجاله غنتقلوا الباك الثاني. الباك الثاني البنات كيف ما كتشوفوا معايا عندكم فيه جوج ديال لي بوسيبيليتي، اما كتاخذوا الفراقه بحال هكا هي في الدوغي واش ممكن ياخذها حتى في الفيغ ايمرود؟ فوالا غتشوفوا حتى في الفيغ ايمرود. اما كتاخذوا الفراقه مع ثلاثه ديال طبيصلات العبار ديال 33، اما في بلاصه الفراقه كتاخذوا البورت كيك على حسب الاحتياج ديالكم نتوما وبنفس الثمن اللي هو 249 درهم. يعني ربعات لي زارتيكل، اما ثلاثه طبيصلات العبار 33 مع البورت كيك، اما ثلاثه طبيصلات العبار 33 مع الفراقه 249 درهم. وباقي مازال خير دابا اللوينات اللوينات بقاو معايا. ها هو البنات اللون الثاني كيف ما كتشوفوا معايا الفيغ ايمرود اللي كيجي حتى هو اللون في اللون. شو كيفاش كيجي حتى هو الفراقه كيف ما كتشوفوا معايا البورت كيك. كنعرفوا حنا السيدات انا شخصيا كنبغي البورت كيك وكنبغي الفراقه، هذه كنحطوا فيها يعني الكيك ديالنا وكنحطوا فيها مملحات وهذا، وهذه كيف ما كتشوفوا معايا هي كنحتاجها بالنسبه للحلويات المغربيه كتجي على جوج طوابق وكيمشي معها التبصيل ديال 30. هادو بشحال كيبقاو بثلاثه؟ ها هما 200 درنا اونيفورم باش ما تلفوش الزبده. تبارك الله عليك. 249 درهم تقدر دير بحال قبيله نفس الشيء مدام هنا كتاخذ ثلاثه الفريريقه 249، اما تاخذوا الفراقه مع ثلاثه طبيصلات عبار 33 249 درهم، اولا في بلاصه الفراقه كاين البورت كادو كتختاري انت اللي بغيتي. الا خدات الباك الاولاني راه مزيان فيه كل شيء فيه كل شيء. شفتوا يلا 249 درهم اربعه ديال لي زارتيكل او شوا، اما البورت كيك اما الفراقه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي ننتقل لكم للباك الاخر اللي كيجي فيه الميكس ديال لي دو كولور. هذا البنات حيت كيكونوا قلتي لي مطروز على جوج على جوج مرات جوج مرات، هذا تيكون شويه زايد في الثمن، ولكن مدام فيزا دارت لكم فيه واحد لو بري خطير. كتجي الفراق البورت كيك كيف ما كيبان لكم معاها الفراقه ومعاها التفصيل اللي كيجي اللون في اللون. شفتوا باش ما يجيش داكشي ثاني درتي لهم على حسب الشوفه ما يجيش داكشي شارجي درتو ليكم عبار 33. هادو بشحال كيبقاو؟ 299 ماشي حتى الثمن ديالهم مدام تبارك بحال هذا فابور قلتي لي هذا تقدر تبدلو بهذا. كيبقى لكم نتوما الاختيار، ما بغيتيش الفيغ ايمرود كتبدليه بهذا التبصيل عبار 33 في الذهبي لان عاطي تماما لو بلو دومينو سي لو فيغ هذا عندك الحق تقدر دير لي بغات من هذا جاحس. مي هي عاطيكم لو شوا على لوكو على حساب لوكو ديال كل سيده حتى هو 299 درهم بلاتي قبل علاش غيبقاو هاد لي برومو لا ليميت دو ستوك فوالا حتى انتهاء الكميه. ومدام فايزه تبارك الله عليها كتحاول توفر لكم كميه كبيره. كنعاود نذكر كاين الفرع اللي كنصوروا فيه دابا اللي كاين في تاشفين سانتر، كاين الفرع اللي كاين في المارينا شوبينغ بجانب مسجد الحسن الثاني بمدينه الدار البيضاء، كاين في الطابق الاول مقابلين مع كيابي. والناس ديال الرباط وعجباتهم اي حاجه ولا المدن اللي قريبه من الرباط ممكن تمشيو لمرجان حي الرياض مدينه الدار البيضاء مدينه الرباط عفوا كاين في الطابق الاول حتى هما عندهم نفس السلعه ونفس البرومو كلشي بحال بحال. شفتوا ما تيبقاو فيا الناس الا تعذبوا ما لقاوش السلعه تماما داكشي اللي كتقول لي كنوفر لهم كميه أنا كبيره. ما نقدرش ندير فيديو لا تبارك الله عليك كلشي كيقولوها الناس كيشهدوا بها الناس عندك وما تلقاش كميه ما يمكنش. واللي عجبتها شي حاجه بيان سيغ راه كيرسلوا للمغرب كامل يعني حتى ليفغيزون المغرب كامل متوفره وحتى خارج المغرب. طقم اخر البنات شوفوا معايا هاد لي ميرفي شي حاجه واعره. شوفوا كيفاش كيجي الغطار شفتوا كيجي بحال تقريبا ستيل اوفال واحد شويه فوالا شفتوا وحتى هو مطروز على جوج ديال المرات يعني فيه لو ميكس ديال دو كولور هاد الفيغ ايمرود والذهبي.
هذا الغطار اللي كنقولوا حنا كبير شويه كيجي كبير شويه، هذا ديال 30 وهذا مع ديال 21. ثلاثه ديال القطع كيف ما كتشوفوا معايا قلت لكم كيتسموا دي زارتيكل كومبليمونتير، نقدروا تحطوهم كتزوقوا بهم الطبله، كتحطوهم في سيرفيس الاول اللي كيجي بحال هكا جوج ديال اللوان، اولا السيرفيس الثاني اللي كيجي اللون في اللون. كي قلتي مدام فيزا عجبتني الكلمه كتحمي بهم الطبله، كتحمي بهم شتو كيبان اللوينات ديالهم انيقين جدا، كيبقاو بالثمن ديال 249 درهم لي 3 249 درهم. هاد لا كوليكسيون بغود تقدر تاخذوا السيده اللي خداتو على جوج الوان ولا اللوني كيجي زوين. دابا كاين الكليانات ديالنا اللي جاو خداو هاد البغودي حيت حطينا هاد الاسبوع الفريض، خداو هادو بولي سالاد تماما، خداو مثلا سته بولي سالاد، اللي بغات تزيد منهم راه دايرين فيهم. عرفتي باش كيعجبوني مدام فيزا المعنات ديالك؟ حتى كديكوراسيون حتى كنحطهم في الصالون ناري، كل مره كنحط حاجه عرفتي كيتيبانوا كيحمقوا كيحمقوا فنيين. واللي بغات مثلا تزيد منهم 99 درهم تبقاي 69، يعني الا بغات مثلا ما قاداش جوج، بغات سته بغات اكثر ما كيبقاوش ب 99، شحال كيبقاو؟ غير ب 69 درهم. ولا تاخذ دو باك باش تزيد تربح. يلا شنو بغيتي؟ هذا فن هذا حتى هو كيبقى 119 فيها 149 فن، نورمالمون الثمن ديالو 149 درهم، كيبقى لكم الا بغيتي تزيدي منه مازال اما زيت اما تاخذيه ب 119 ولا تاخذيه ان اوتخ باك. ان اوتخ باش تربح كطيح عليك موان شيغ. تبارك الله عليك. ودابا البنات غادي ننتقلوا لاميره، مدام فيزينت كتقولها لي، قالت لي اميره حتى هي فيها الباك كلشي كلشي شعبان السخاوه مع شعبان. عرفتي الباك اميره شحال عجب من واحد؟ دابا كاع الناس الزبونات ديالنا اللي كانوا كيتسناو اللي كانوا كيتسناو البغوطي ها هو جا اللي كان كيتسنى اميره ها هو جا. وخليت لكم لو ميور بوغ لا فان، داك ما نوريش لكم الصباح نخليكم بلاتي. شوف الادواق تختلف والله، لا حتى هذاك لا نوفيل كوليكسيون ثاني شي حاجه زوينه واحد لو ميكس زوين. المهم انا علاش كنقولها لكم باش تبعوا معايا من الاول حتى الاخر. قلت لكم لو سيرفيس اميره كان مشى وعاود رجع دابا، ودابا قلتي لي كاين الناس اللي مقيدين بغاو الطلبات كيتسناو كيشفطونا لي ميساج انستغرام. شوف كيفاش داير، شوفوا الخدمه ديالو، شوفوا هنا الخدمه ديالو كيفاش كيجي داير، وحتى هو كيمشي 6 6 6 هكا فوالا. شتو ها هو البنات، هاد السوبلال التحتاني كيبقى اختياري، هذا كاين اللي كتاخذ منه واحد، كاين اللي كتاخذ منه اربعه، كاين اللي كتاخذ منه سته. هذا بدا مونا حنا كنعيطوا له لو كارد دو تاب، يعني لو كارد دو تاب تيخلي الطبله نقيه. تمام. اما مشيتي حنا اما كنديروا كارد دو تاب بحال هكا، اما كنديروا السربيس ديالنا كانت عندنا مثلا 12 واحد خدينا جوج سرابس ما تنديروش يشد البلاصه، هذا تنستعملوا لي صالاد او ميليو دو لا تاب. فوالا كتاخذي من واحد ولا جوج. ثلاثه اربعه الشليضات نديروا داك الشيء ديالنا الدرمبان حريشات مسمنات بريوات تتحط في قلب الطبله. تديري جوج ثلاثه. شي حاجه البنات هذا الشيء راه ما كيتقشر ما حتى شي حاجه. كنعاود نذكر هاد لي زارتيكل حصريين فقط عند المحل ديال بخيكاو. اللي قيانا خدات معايا لي سوبلا كتستعملهم على جوج نوبات، تستعملهم كارد دو تاب سوبلا وتستعملهم بلاط سيرفيس. تحطهم في الوسط دير لهم لي صالاد المالح درمدان اي حاجه صح. ملي جا عندها الناس تحطوا الحلوه مع البورت كاطو مع هذا تيصلحوا تيصلحوا. هاد الغطران هادو ديال 33 سنتيمتر عرفتي اش كيعجبني نصور عند مثلا فيزا دابا راه ماشي كتشوفوا لي زارتيكل كتعلموا حتى فن ديال التاويل وكيبقى عندها ماشي تكون عندها السبيس واحد النهار تقلب عليه ما تلقاش. تماما تبارك الله. حتى هذا فيه الكادو الا خدات السيده 6 6 6 وخدات لا سوبيير ها هي البنات تنعطيوها البورت سوبيير لو كارد دو تاب كي دوفيان سوبلا باغ لوس باش ما تحطهاش بوحديتها كيفوخ كيفاش كيجي داير هذا لو بخون غاتو تقدر تختار ايل ميون فالور بعد هذيك لا سوبيير. فن فن فن. نعاودو نذكرو الثمن ديال لا سوبيير كيبقى 149 درهم ليكم نتوما فقط غير ليكم، وخصكم تجيو تقولوا احنا من طرف منى يعني غير الناس ديال القناه اللي كياخذوا بداك الثمن. وبالنسبه للطقم شحال كيبقى؟ هذا 18 قطعه ها هو 600 درهم توجور 600 درهم خلاتو لكم لو ميم بخي لو ميم بخي واخا الخدمه واخا الترونسبور خلاتو لكم غلا علينا الترونسبور غلا علينا الفراقه غلات علينا هذيك لاتيس زادنا في الثمن اي صح. حاجه غلات انا تخشم اي حاجه كيفاش كيجي داير الفراقه ديالو ماشي لا فوت ديال الزبونات ديالنا مدام والله الا كتحاول كتبقى خصكم تشوفوا كيفاش كتخدم هي وكيفاش كتحاول تقاد لي بخي باش ما تزيدش عليكم الا ما نقصات لكم ما تزيدش عليكم تبارك الله. ولا ما تزيدش كيبقى فيها الحال انا قلت لها انا بغيت نصور امير قالت لي حتى هو فيه الكادو حتى هو الهبا والله العظيم تبارك الله حتى هو فيه الكادو حتى هذا فيه الكادو عقلتي مدام منى هذا الغطار 50 واو 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 شي حاجه راه حتى هو بغوطي. شوفوا شوفوا البنات متروز شوفوا شوفوا خطير 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 هذا ال 50 ياك ال 50 هذا ال 50 هذا 300 درهم 300 درهم البنات 300 درهم اللي خداته بوحده الزبونات ديالنا بعدا انا كنقدم ان كرون سالو للزبونات الجداد
اللي جاونا من الفيديو القديم، المتابعه الجداد حيت كل فيديو راه كيتزادونا اصدقاء، كيتزادونا ناس جداد. الله يحفظك ليا الناس راقيين. تحيه كبيره لجميع المتابعات ديال القناه. الجداد ديالنا مرحبا بهم، والله الا تعرفنا عليهم في الفيديو الفارط. تبارك الله. مرحبا بهم وعواشرهم مبروكه وجميع الزبونات ديالنا. دونك هذا تختار اي بوخت كاطو في المكازا اللي بغات، اي بوخت كاطو تاخذوا معاه. على تجي تاخذ غير الباك وتاخذ هذا، نعطيوها البوخت كاطو فابور. فابور. نحاول بنص الثمن. ها هو البنات هذا باك اخر ثاني، ميزه اخرى. الا خديتي هذا التبصيل هذا البغودي اللي هو واحد الميرفي انا بالنسبه لي، عرفتي غير ملي تكملي منو تغسليه مشيو الضيوف ديالك حطيه فوق الطبلات بقاي تشوفي فيه كديكوراسيون كيجي خطير. كاين الناس اللي كيعلقوه في الحيط، والله العظيم راه كاين ديزيترونجي كيعلقوه في الحيط لان شي حاجه اللي غزاله وروعه. وكنعاود نذكر ما تخافوش ان ما كيتقشر ما حتى شي حاجه، حيت هاد الطريقه باش مصنوع والخدمه تبارك الله ما شاء الله. مهوي تبارك الله مهوي. كانوا خداو ديال 46 تماما في الفيديو الفارط اللي كنا دوزنا، هذا دابا ديال 50 وهذا الخدمه اللي راقيه بزاف. دونك هذا ولا بدا يكون مهوي. لاتوش ماروكان اللي فيه فوالا توجو بخي كاهم لي كونساي، نديرو هنا لاكلاص ديالنا نديرو لي فخوي. وديك الحطه اللي وريتيهم الحطره ديال بخيكاهم هاد الحطه هادي. مدام منى انا تندير حتى الفراقه. ها انت راه مدام منى، ها انت شوف غنوري عليكم البنات تجي غزاله الفراقه. حتى الفراقه ملي خداو لو باك يلاه انتم هي حطه اخرى يلاه. لفي دو السلاط ديالها هنا ودي البريوات ديالها المسائل هنا، السلاط ديالها تيجي راقي جدا. هي حمق شوف كي دايره انا تستعملو هكا، تندير الخس هنا وندير المسائل ديالي اللي قسم الله هنا، اما لي فخوماج مع البريوات، اما البريوات هذيك ديال الفخوماج، اما المشاوي مع شويه البريوات هنا. تبارك الله نديرو حليوات فهمتي. دونك تيجي حتى الفراقه تجي في قلب منو زوج، دابا ولات الفراقه تجي في الفطار الكبير. واعر واعر البنات. يلاه شوفوا برومو خطيره، سلعه كتحمق برومو خطيره. الا خديتو هذاك نعاود نقولها كتاخذوا البورت كيك بالمجان فابور. وبالنسبه لا سوبير نعاود نذكر كتبقى لهم ب 149 درهم. والا خديتو لو باك ب 600 درهم ديال امينه ديال اميره 18 قطعه وخديتو لا سوبير كياخذوا لو سوبلا فابور. خديتو هاد التبصيل كي قلت لكم ديال 50 كتاخذوا هاد البورت كيك بالمجان. ولا بدا ماشي اي بورت كيك، اي بورت كيك بغات نفس السياقه مدام منى، دار هاد اللون ديال البغوضي. واو يا مدام هذا ما وريتيهش ليا. انا خطير 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 خطير. شتو شحال كيجا كيحمق، جا كيحمق مع نمشي مع البغوضي في داك لي فيغ ام فن فن فن. فوالا مدام منى يلاه اش بغيتو البنات. الفراقه البورت كيك ديالو وهالفراقه ديالو ايوا تبارك الله. حنا راه كنا نحسن ونقدروا نديروا هذا مع هذا. عرفتي باش انا باش جبت السلعه باش تجيني في الوقت. لا تبارك الله والله الا ما كتخدم راه دائما انا وياك اتصال وحق الله كتخدم. هو هذا الاسبوع الجاي ها هو خارج نقصوا الناس المعامل تماما. لا بروديكسيون ازمه ازمه راه نتوما حرام. لا بروديكسيون في شهر ولات كتصاوبيها في ثلاث شهور سي فغي. يعني باش انا وصلت لي السلعه انا زعما والله الا كتجي عليا فرحان. ولكن الشركه اللي كنتعامل معاهم عندهم كيحترموني بزاف. وشفتو انك قدرتي توصلي بها قبل رمضان. اكزاكتومون كيحترموني بزاف وتعطوني لا دات تيحترموها. تبارك الله علاش انت تبارك الله انتيا. لا واحد الشخص اش غنقول لك بحال ديك الناريات داروا لي البنات لا غوماك على الورقه مع 12 الليل كتسالي لا برومو عرفتي ايزون في لا غوماك. قلت لهم هي راه حيت كتمشي بالورقه والستيلو. الله يحفظهم. هي بونكتويال في كل شيء لا في الوقت. كنكون دايره معاه مثلا الوقيته ديال التصوير الوقت الوقت هو الوقت. حنا مادام منى عندنا كلشي بريفيرونس بلا كلشي مقاد كلشي بالسطور يعني ما تلقاوش مشكل. وخص الانسان الا جاي يلقى سلعته يعني ما يتعطلوش. فوالا شتو البنات لي شوز كومون سا باس باسي اللي كاين اللي عجبتها شي حاجه. وباش كنعاود نقولها عندكم لو شوا ما كاينش جوغ دغوبو يعني في اي وقيته جيتو كتلقاو المحل. عندكم ثلاثه ديال الفروع كنعاود نذكر الفرع ديال تاشفي الفرع ديال مارينا في كازا والفرع ديال مرجان حي الرياض بالرباط. عندكم ثلاثه الفروع وايضا عندكم رقم خاص التوصيل. يعني اللي عجبتها شي حاجه تحاول تكوموندي وتستافد من هاد الاثمنه هادو. انا فريمون دي بري امباطابل من الفابور ومن الاطقم. دابا غندوزو لكم لي باك. دائما مدام فيزا كدير لكم دي باك ا دي بوتي بري. دابا الباك اللي غنشوفو دابا ديال اميره خاص باميره اشنو فيه في التبصيل ديال 33 هذا نيت ديال 33. شوفوا معايا لو ديزاين ديالو كي داير خطير جدا. فيه حتى هو الفراقه كتجي على هذا الشكل هذا في الدوغي. كنعرفوا الدوغي كيتماشى مع اي صالون مع اي شكل. واميره كان عليه طلب كبير بزاف بزاف. وكاين البورت كيك. انتم البنات كيفاش كيجي داير كيجي على هذا الشكل.
بالنسبه لهاد ثلاثه لي زارتيكل بشحال كيبقاو؟ 240 بحال دابا حدا لو سيرفيس لا سوبيير ما تاخذش في الرقه بوحده، تاخذ هذا باش تاخذ الطقم هذا باش عادي زيد الثمن يهبط لها. شفتوا 249 درهم كتجي غزاله ملي كتاخذ الطقم وعاد كتاخذ هاد لو باك هذا ونعطيوها السوب لا غراتوي وتاخذ الطقم هي سالت كتقام عليها بثمن غزال. شفتوا البنات 249 درهم ونوريكم الباك الثاني. ها هو البنات الباك الثاني كيف ما كتشوفوا معايا حتى هو كيمشيو فيه ثلاثه ديال الطبيصلات كيف ما كيبان لكم فنيين قياس 33 دائما. شوفوا معايا الديزاين ديالهم كيفاش كيجي داير خطير جدا وكيمشي معاهم الفراقه وتا هي هذه القضيه فوالا اللي ما بغاتش الفراقه عندها الاختيار مع مدام فايزه كتاخذي فقط هذا البورت كيك الا ما بغيتيش الفراقه كتاخذي البورت كيك يعني على حسب الاحتياج ديالك. شفتي مدام ولا تقدر تاخذ الاميره وتحط في الوسط منه بغودي دوري تماما حيت هي سامبل. حنا عندنا كل شيء عندنا في الكونديكتور تماما وحده تدير الاخر صح. بغات دير طون سوغ طون ديرو بغات تخلط مثلا اميره هاد اميره آه. ودير الكومبليمون في البغودي بس مانيفيك كيجي خطير بحال كل مره كدير واحد النفس جديد لهذوك المهنات ديالها. ديجا حنا السلعه ديالنا اللي غتكون هي عندها في البيت ديالها اكسكلوزيف ما عندها شي حد الا الزبونات ديالنا وتقدر تزيد اون توش من عندها هي الزبونه ديالنا صح ودير اللون اللي بغات. تبارك الله عليك انا بالعكس حنا شي مرات كناخذوا الافكار من عند الزبونات ديالنا. والله تبارك الله عليك لا التاويل حنا نتعلموا حنا من بعضياتنا تبارك الله انت يا سوليدير انت تبارك الله عليك شفت علاش المراه المغربيه وحده كاع التاويل. تبارك الله عليك هذا هو كيبقى 249 حتى هو 249 ربعات لي زارتيكل وشنو وشنو حيت كتاخذي ديما هذا السلوغون ديالك نربحوا غير شويه ندوا الاجر وكيدعوا معانا عرفتي كيدعوا معانا والله حتى كيمشيو فرحانين عرفتي كيدعوا معانا راه بيبان الخير تتحل. الله عرفتي واحد السيده اش قالت لي نقول لك اش قالت لي واحد السيده قالت لي كندخل وليت كندخل بخيكاهم وانا فرحانه واثقه من نفسي. اولا في الفيديو كانت في الاول كانت تيبان لي داك الشيء غالي ولكن مدام فايزه ملي دارت لي هذوك لي بخي قالت لي كندخل بداك البيدجي اللي عندي قليل عارفه راسي غندي شي حاجه ديال الفريع وكنخرج فرحانه ما بقاش كتمشي وتخلع وهذا والضواء لا قالت لي كندخل المحل وانا فرحانه. لا كاليتي ا بوتي بخي الجوده بثمن قليل قليل وشي حاجه راقيه وروعه وعندك غير بوحدك حصريه حصريه وانا كندير هادشي بحب ماشي كنديرو كنديرو بحب اللي كيعجبني هو اللي كنبيع لكم ما كاش حاجه ما تعجبنيش ما نجيبهاش للمحل ديالي. هادشي اللي كاين شي شحال من حاجه بعض المرات هي ما كتقول لك تنقول لها هذه هذه قالت لي لا ما كتعمرش لا عينها ما تحطهاش في المحل. حنا حوايجنا ما كاينينش في السوق تماما لا تنقول لك زعما هذا اللون ديروا هذه مع هذه كتقولي الحاجه اللي ضايعه ما نديرهاش شي الحاجه اللي ضايعه كثيره انا تعيا ودابا تعيا وبين من عندنا ما تيقدروش الله يكبر عرفتي صباك غا يلا البنات بقاو معايا وما تمشيو فين مازال كاين مفاجات اخرى. غنرجع لكم البنات لهادو ولكن قبل غادي نكتشفوا لو سيرفيس ديال الحرير ديال لاسوا البنات شي حاجه واعره وباش عجبتني الطريقه باش مصوبه هذيك الرشمه هاند ميد هاند ميد شتو التبصيل ما كيشبه التبصيل البنات التبصيل البنات 21 صوبنا الابيض بعدا اللي كنلقى استحسان الناس اللي كيبغوا لي سيرفيس كلير فوالا دفي الجولد والابيض الدوغي والابيض باش يبقى دائما هماوي ودرنا هذا افيمار واللي صوبناه التبصيل ما تيسبه تيصاوبوا غير بليد غنوريكم هذا راه ما كيشبه لهذا ما كيشبه لهاد الشكل هذا اللي هنايا شفتوا ما كيشبه لهاديك البورت كيك سي لا توندونس اوجوردي حنا سباقي اللي الحمد لله في المغرب يعني التبصيل ما يشبه التبصيل فهمتي كاينه لونيفورميتي في الشوفه افيمار ولكن هو مصاوب باليد تبارك الله مصاوب كلشي مصاوب باليد ولكن هذا بحال شي ورقه ذهب كله هذا دابا رسام بحال الرسام تبارك الله انت مدام منى دابا بحال الرصاص عرفتوا دابا علاش تعطلات عليكم شويه هادشي علاش ولو بول كبير تبارك الله هانتوما الحريره ديالكم يا سلام شوفي الي مبات دي سي وبغيون الي شايني الي شايني تو افي سا الي مانيفيك واعره 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 واش الحطه كي جات فيه شو تفكر به هكا تعشى تحيد هذا فهمتي فن 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 كي حمق تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك هذا انا سطاني من يلاه دخلت وتا هو كيمشيو فيه 18 قطعه 18 قطعه 6 6 وهادو هاد لي سوبلا هادو كيبقاو اختياريين شفتوا فوالا بالنسبه للو بخي شحال كيبقى قبل ما نوريهم غالي كنا دوزنا في ليفي لا سوا قلت يا مدام فوالا مي حنا انا دابا هذه المره باش ما يتلفوش الزبونات ديالنا درت لهم ثمن واحد الا داك اللي بغودي على جوج مرات هذا حتى هو 600 درهم تبارك الله 600 درهم 6 6
سيتي بقى لكم 600 درهم البنات 12000 ريال. عافاكم البنات حاولوا تجيو تستافدوا باش ماشي باش كاين السيدات اللي كيبقى فيهم الحال تقول لي مشيت وما لقيتش اولا كتشوف الفيديو معطل. شوفوا التاريخ امتى تحط لا فيديو. وبالنسبه ما غنقولش لكم انا غتبقى لا برومو سيمانه غتبقى 15 يوم غتبقى حتى انتهاء الكميه سخاوه حتى في المده. يعني قالت لي غنخلي لهم هاد لي بخي وهاد السلاح حتى انتهاء الكميه يعني حتى تسالي الكميه كلها اللي كاين. قبل رمضان يشربوا ميه يشربوا قهوه هادشي اللي كاين الزر على خاطرك يا مدام هنا ما تبقاوش حتى رمضان جوج سخانين دونك هذا لا ميم شوز مدام هنا. انا جاي داكشي اونيفورم تاخذ هذا تاخذ لا سوبيغ حتى هي كتبقى لهم حتى هي ب 149 149 وتاخذ الغطار ديال السوبيره باش ما تنساش. شفتوا كادو كادو هذا فابور كيمشي لكم كيمشي لكم فابور بيان سور ملي كياخذوا وملي كياخذوا ال لا هذا لو بورت غاتو اها مع الفراقه ديالو اها اشنو كياخذوا؟ اه فوالا ملي كياخذوا الطقم مع الفراقه ومع البورت كيك مع البورت كيك والفراقه مع سته ديال السوبلا ومع سته ديال السوبلا اش كياخذوا معاه؟ كتاخذ اون سوبيغ دو بلوس اون سوبيغ ديك الدوغي هذيك الدوغي. بقاو معايا البنات ها هي يعني غيجيها طقم ديال 30 قطعه يعني عندك الفابور سوا خديتي الطقم الاول سوا خديتي الطقم الثاني. الطقم الاول فيه 18 قطعه اها بلوس لا سوبيغ كتاخذ السوبلا فابور كادو ديال شعبان ديال بخي كاهو فوالا ديال رمضان خديتي الطقم وزدت عليه سته ديال السوبلا وخدات البوغ دو كاطو وخدات الفراقه تيبقاو غير ب 120 درهم. ها حتى هما كيتزاد هما كيتنقص عفوا الثمن ديالهم 199 تيبقاو غير 120 درهم. شفتوا البنات شحال كيتنقص عليكم؟ كتاخذ كنعطيوها هذا كادو. ها هو البنات هذا كادو لا سوبيير كتختاروا جوج شكال كتختاروا ما بين جوج شكال اما هذا اما هذا. تبارك الله عليك. كتاخذ 18 زائد 6 من هادو شحال كيتقاموا على هادو الواحد؟ الواحد 300 درهم بستة بستة يعني 50 درهم الواحد. تبارك الله هذاك وريه لهم مدام فايزة سامبل استعملوا كارد دو تابل وتستعملوا بور لي سالاد بور لي كاتو. شوف الطقم الثاني إلا خديتو ديال 600 درهم كيتقام عليكم ستة من هادو ب 300 درهم زائد البورت كيك والفراقة ب 120 درهم الوحدة 120 درهم تبارك الله عليك. وعادة كيتزاد لكم لا سوبيغ فابور بحال دابا الزبونات ديالنا اللي ديجا عندها لي سوبلا دوغي تاخذ غير الكادو الاول تاخذ غير 18 من هنا والسوبيره وتاخذ هذا راه يكون مثلا كيكون عندها ديجا بلاصات مثلا الا كان عندها المهم كيكون عندها الفابور كيف ما دارت ياك شوف الاستراتيجيه مدام منى تصدق كاين حمق كلشي واحد تنسى في الاخر تبارك الله بحال البغوضي بحال الاميره بحال لاسوا. شتو البنات بغيت نهضر لهم على هذا هذا خطير هذا زوين هذا خطير جدا هذا اصلا كنا درنا فيه 50% نديروا ليه 50% غيبقى منين بخمس غتحيدي 50% الزبونات ديالنا تبارك الله غنخليو تحيدنا دابا انا غدا الفوزا كاطي صافي زعما نورمالمون سيتي با بريفي دون لي بروموسيون مي قلتها مدام منى حنا ما غنرجعوش حيت حمقني عرفتي كي جا في الطبله عرفتي كي جا في الطبله كبيره دابا الناس بغا ياخذوا من عندها بالكرو حنا ما بغيناش نبيعوا لهم هادشي اللي كاين والله العظيم قالتها ليا وقلت نقولها لكم في لا فيديو بغا ياخذوا غير الشوكولاتي كاينين دي زارتيكل اللي كيقولوا لها بخيناهم لينا حنايا بشكل حصري. وليني انا دابا خليتو للزبونات ديالنا شحال كيبقى؟ جيبي السلعه لا ولكن واعره شي حاجه نواعره هذا مدام لطيفه هذا شحال الثمن ديالو اصلا؟ هذا 300 كيبقى 150 50% 50% هذا كيبقى هذا 199 كيبقى ب 50% غنديرو هذا بحال كيبقى ليكم نتوما هذا ب 100 وهذا ب 100 وهذا بشحال 150 150 بجوج بهم 250 تبارك الله يا باك قلت انا وياك جوال ها هو باك بحال بجوجهم ب 250 تبارك الله عليك. ومدام فايزه اختارت في وسط الفيديو انها دير لكم حتى هو فيه لي باك هاد لو سيرفيس ديال لاسوا وجا كيحمق جا خطير جا كيهبل. اشنو كيكون فيه هاد لو باك؟ كتكون فيه هي كمدام فايزه الفراقه حتى هو دارت لكم فيه البورت ديالو والغطار ديالو ديال 33 وتيبان كبير على 33 هذا كنت 34 انا ما عقلتش ياك يمكن غير مدام منى حنا درنا لهم في هاد لا فيديو داكشي متسلسل البغوضي بالباك ديالو اميره بالباك ديالو لاسوا بالباك بقاو معنا حتى لاخر الفيديو اي حاجه باش تستافدوا خذوا السترابس بالسوبيره والكادو وزيدوا ولكن ركزوا في داكشي اللي كنقولوا حنايا ركزوا انا كنحاول نشرح لكم مزيان. قطعنا البنات سلمنا على متابعات هنايا كنوجه لهم تحيه كبيره 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 احسن متابعات راه كل يوتيوبرز كتقول لك احسن متابعات هما دياولي ولكن احسن متابعات هما دياولي انا حنايا ولا سي لا فيريتي لا فيريتي ما نكذبش عليكم البنات احسن متابعات انا نقول لك مدام منى اللي زوين في المتابعات ديالنا تربيه
تبارك الله. والكلمه الطيبه غزالين. كيفاش كيتعاملوا مع الناس ديالنا، مع البنات ديالنا في 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 المحلات؟ خليو لنا شي تعاليق، شي تعاليق راه ما نقولش لكم. الصوت ما كاينينش، الناس كلشي راقي، كلشي مربي. حيت ملي كنتلاقاو معاهم حتى هما مدمونة، ماشي بالفلوس ولا، راه بالاداب والترابي تماما. الانسان اللي مربي، وهذا هو اللي بغينا حنا. تماما. حنا الحمد لله عندنا معاهم واحد العلاقه بشكل والله، بشكل والله العظيم، علاقه ماشي ديال التجاره با دي تو. كيجيو يسلموا علينا، هذاك هو فضل من عند الله سبحانه وتعالى. الله يكبر بكم كيف ما كتكبروا بينا حنايا، الله يكبر بكم سورتو لا في التعاليق، للناس اللي كنتلاقاو بهم هنا يمكن يكونوا نديروا التورناج. فشكرا لكم. وما واش اللي كيكتب لي تعاليق خايبين، راه هما كيف فاهمين علاش. لا لا ما كان عرفتي اخيب حاجه هي ندير ندي على جوج ياك ندي على هذيك 1% ونخلي تعود 90%. اسمع عندهم ما يديروا هذاك الشيء اللي كاين، عندهم الوقت ما يضيعوا بيتات، تياخذوا الذنوب ماشي مشكل. تماما. لا حنا نديو هذيك 90% اللي مأزرانا واللي معانا. تبارك الله عليكم والله يكبر بكم مره اخرى. رجعوا لو سيرفيس ديالنا تا هو مشى، غادي يبقى غادي فيه الفراقه وفيه البورت كيك وفيه التوصيل هذا سامبل. حنا قلنا صافي فيه 240. لا ما يمشوش تبارك الله، ما تلفوش البنات وما تلفوش الزبونات ديالنا. الاثمنه غزاله 249 درهم. كلشي لي باك 249 الا البغودي على جوج مرات 200. واللي شويه حيت قالت لي شويه الخدمه ديالو واعره. والله العظيم ما فيه هذا، ما فيهش بعدا بحال ما فيش صعيب باش يتصاوب هذاك. لا لا واعر تبارك الله، كاع الناس راه كيقولوها، الناس اللي عرفوا بخيكام وجربوا السلعه ديال بخيكام وقارنوها ببلايص اخرين، داك الشيء اللي كتقول لك مثلا لقيت نفس الزواقه اولا مع الغسله الاولى مع كيتقشر لها. مع الغسله الاولى مع كيتقشر بخيكام كتدي عندك سنوات وسنوات. بيان سور ما يديروش في لاطومبيراتور، بيان سور وديروا بليصه في البلاكار متوله. هذا الشيء اللي كاين، وكاين انا بدا في الشوفه عرفتي كنحطو حتى لوغونجمون ديروا هكا تقدر تجمع التويصلات ديالها باش تبداش البلاصه كاع. انا كنفكرت في هذا الشيء. تبارك الله عليك. حتى الكرتونات باش تهزوا الكليانه ديالنا. أه. الكرتونه قسمتها كيجي خفيف بصح وعاود انا بصح ملي كت كارتون سي لوغ. دابا انا الكريتينات ديالنا اي واحد يهزو. تماما. كتقاد لكم فيهم. لا لا تبارك الله. وريني كيفاش كيجي لو سيرفيس. بقاو معايا البنات، انا جبت لكم كرتونه. ها انتم البنات، هذه دابا اون كوموند ان شاء الله غتمشي لواحد السيده. شوفوا معايا كيفاش دايره، ياك فرقتي لها لا كوموند ديالها. فرقه باش كتهزها كتجي خفيفه، ما تلي جات المحل بصح ما كتبقاش تهد. ها انتم البنات كتجي هكا، فملي كديري كرتونه كبيره صعيب الهزال. صعيب الهزال، وكت داك الشيء يقدر يتهرس ليك. هي لا داك الشيء كيجي مقاد. راه كنت وريتكم البنات فاش كومونديت. انا الوحيد اللي كندير هكا في السيرفيس مفرق، كتهزو المراكب عادي جدا. تماما. ما كيجيهاش ما كيجيهاش كرتون كبير، ما كيتخشى في الساك، ما كيتخشى في حتى شي حاجه، وكيبقى داك لو ريسك ديال انه يتهرس ليها. وهكا كيجي ساهل كتهزو في الهزال. صح تبارك الله عليك. شتو البنات كاين اللي بقات عندها الصحه ها الدار كيهضر نهار كابي. اللهم نفرقوا هي كبدا تبارك الله. شوفوا باش تعرفوا لو ديتاي، التفاصيل ديال التفاصيل اللي كتفكر لكم ملي السلعه كتدخل تكون عندها في المحل، ملي كتخرج من عندها تتوصل لكم نتوما. البنات ديالي في المحلات تيجيهم ساهل هكا. صح. شحال هذه اللي كتجي من الاخر ثقيل. تمام. لا شتا دابا نبغيو نحطوها غير طق طق. البنات تيهزو ساهل. تبارك الله عليك. هذا الشيء اللي حنا والناس ديالنا. تبارك الله عليك. ونكملوا دائما كي قلت لكم كيبقاو، قلت لكم 249. غنشوفوا دابا الباك الثاني. والباك الثاني البنات هو هذا كيف ما كتشوفوا معايا، وحتى هو لو ميم بخي 249 درهم. كيجي فيه البورت كيك البنات كيف ما كيبان لكم هكا، في هذا في السوا في الحرير، وكيمشيو معاه ثلاثة ديال طبيصلات كيف ما كيبان لكم، تقريبا العبار ديال 34 و 249 درهم. وكيف ما كيبان لكم تقدروا تبدلوا في بلاصه البوت كيك كديروا الفراق، حتى هي نفس الثمن 249 درهم. وباقي البنات الفن 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 ديال لي زارتيكل. شوفوا معايا هذا الستيل هذا اللي الى بلا رجيله يقدر يجي كوم ستيل طاجين، برجيله كيف ما كيبان لكم كيجي بورت كيك شي حاجه روعه 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 روعه. كيجي كيحمق، وحتى هو مدام فيزا دخلت لكم في البرومو، تقدري تاخذ واحد ليك واحد اللي عزيز عليك. واحد ليك واحد لماماك، واحد ليك واحد لحماتك، خطير جدا. واحد ليك واحد لصديقتك، شي حاجه روعه. ديروا حتى في لاكويزين حدا القهوه كيهبل، دير لي كيك للسحور، تتحط واحد برجل واحد بلا رجل، ولا تحط كلشي برجل ولا بلا رجل. نعاود نقولها تاك تحت، تحطي غير داك غير كديكوراسيون فوق الطبله. فوق الطبيله كتشوفي في الصالون كيجي كيحمق، ولا فوق فوق البيفي. الغلاقه مطروزه داخل مطروز. شفتوا البنات كيفاش كيجي داير، كيجي خطير كيف ما كيبان لكم. واحد برجيله وواحد كيجي بحال هكا، قلت لكم ستيل طاجين. اللي بغات تاخذهم بقاو معايا البنات. اي فوالا البنات نكمل معاكم، كان شويه الصداع. بغيت غير نقول لكم ان هاد لي زارتيكل هادو كاين دابا فيهم برومو، الا خداتهم بجوج شحال كيتقاموا عليها؟ 249. مانيفيك زعما، واعر واعر واعر. هادي مادام منى بوحدها كنبيعوها ب 199 حنا.
الناس العاديين كتمشي بوحدها 199 200 درهم للناس. بحال خدات هذيك عاديين شتو بحال كتاخذي وحده وحده فابور. هذه كنبيعوا حنا 199 هذه 149 شتو دابا بجوجهم ديالنا تاخذهم 249 تيرا فوالا حيت درت لهم فيها الكادو تبارك الله عليك. وهذا مدام منى هادو بجوج بحال دابا عندنا الكافي كوفي كورنر فوالا كوتي كافي واحد الركن ديال القهوه الكواس ديالنا هنا دابا تفكرات كلشي دور اش الباكيه هذا نحطو دائما مغطي ما نبقاش كلنا نغرفو تماما يبقى عندنا مع قهوه مورا الفطور تمر سلو داكشي حتى هو نقدر نسد عليه تماما ولا السلاد بحال دابا هذا مثلا هو غادي ولا شي حاجه اللي بغيت نبقى نخليها سخونه سخونه بحال دابا انا مثلا غنستعمل مثلا هادو في الفطور غنحط السمنه ديالي هنا حريشات ديالي البريوات ملي نجي الفطر غنزول الغلاقه غادي نقيهم اولا ملي غنكون عارضه على الناس وغادي يبدا الفطور عاد نحل عليها هادي بحال نوريك مدام منى فوالا بقاو معايا البنات اي فوالا البنات انا بغيت غير نوريكم هنا في الطبيله كيفاش جات كتحمق 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 بعدا قبل بغيت نقول لك اللي بغات السيده غير واحد شحال كيتقام عليها بالنسبه للزبونات هذا اللي بالرجيله مثلا هذا بالرجيله غادي نعطيو لها 149 يبقى 149 وهذا غادي يبقى 120 درهم 120 درهم شتو البنات يعني التخفيض سوا خديتي واحد سوا خديتيهم بجوج ضروري ما كيكون تخفيض تبارك الله عليك وشوفوا كيفاش جا مع الطبيله يعني سوا حطيتيه مع سيرفيس ديال لاسوا جا كيحمق نهزوها مدام فيزا نوريه لهم مع شتي مدام منى بحال دابا انا هكا غنحط فيه المسائل ديالي هنا ولا هنا كيفاش جا شوفوا نخليهم مغطيين جا خطير على ما نفطروا ولا على ما نتعشى على ما يود المغرب نفس الشيء مدام منى نهزو هذا نهزو هذا نهزو جميع الاطقم كيجي هانتوما البنات درنا تيمشي جميع الاطقم شوفوا البنات ثاني هنا مع سيرفيس برودي فوالا تيجي بلاتي جا واعر فوالا في اميره جا واعر ومع اميره ثاني شوفوا كيفاش جا شوف كل واحد كيفاش كيعطي تاويله تاويله البنات شوفوا الطبيلات كيفاش كيجيو داير ضروري غندير لكم واحد الدويره على الكيسان بقاو معايا شتو جا كيحمق فيه حتى هو لو با كيف ما قلت لكم جوج كيبقاو ب 249 درهم بغيتي لي بالرجيله كيبقى لك بوحدو غير ب 149 بغيتي لي كيجي بلا كيبقى لك ب 120 درهم تبارك الله عليك وغندوز لكم البنات لهاد لي زارتيكل كومبليمونتير اللي كانوا حماقوا عليهم السيدات وكانت واحد الوقيته كانت غير كميه محدوده مادام فيزا برعاتكم ما كاينه التبرع دابا كاين العواشر جابت لكم كميه وفيره والحمد لله وكاين فيهم تقريبا خمسه ديال الشكيلات شتو فنين 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 وبيان سور باش ما خديتي كثر باش ما كيتقام عليك الثمن رخص بحال دابا نعطيكم غير مثال بسيط هادو مثلا الوحده دايره 39 درهم يعني الا خديت سته الناس العاديين خدات سته بشحال يتقام عليها 234 234 ليكم نتوما سته بشحال كيتقاموا 149 درهم البنات شفتوا غنجي لكم مثلا هذا هذا داير 20 درهم 20 درهم هذا يعني سته هذا جديد عمره ما كان عندنا صاوبنا الزويت قلتوا عليهم البنات هذو اللي كانوا جوج واحد كبير واحد مويا دابا درنا فيهم هذا القياس هذا شفتوا هادو تا هما لي 6 بشحال كيبقاو 120 درهم البنات 120 درهم سته ب 120 درهم هادو سته ب 149 عرفتي دابا شحال كيتسناهم هادو كانت ساله واعرين اللي ما خدامش يجي ياخذهم شوف كيجيو كيحمقوا شوفوا دابا بحال الطبيله هذه هذه هانتوما مزوقه بهادو هادو ديروها معاهم هادو سالاد دو فخوي مثلا هذه لي شوكولا الشباكيه التمر واعر في الدوغي يعني كيمشيو مع اي حاجه دابا دير هاد الطقم هذا وتاخذ هادو دير فيهم الشباكيه التمر ولا تقدر السيده تاخذ مثلا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا عاوتاني ياك شكل واعر عاد كاين ثاني هذا اللي كيجي صغيور كيجي ستيل وريضه حلو هكا فن زويتنات الجبان اي حاجه واعر واعر وهذا هذا فوالا قليب من مدام فايزه ليكم اللي ما خداش يجي اللي ما لقاش ديك المره دابا راه كاين يجي ياخذو حتى هذا في لا برومو زوينه 149 اون لا مينتوني كان هذا سته هو 39 درهم الواحد شفتي كيفاش داير واعر خطير خطير زوين 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 يعني هانتوما البنات غنعاود كاين هاد الستيل هذا كاين هاد لو ستيل هذا بشحال كيمشيو لي 6 لي 6 90 درهم 90 درهم 6 ب 90 درهم البنات حتى هاد لاسيت يقلبوا على الكليونت بزاف تنديروها الحلوه ولا نديروها لوبا الخبيز هنا شوف مثلا تقدري ديريها الاسيت با هنايا اللي بغات تزيد ترقي الطبله ديالها واعر ديريها هنا على اليسار وتحط فيها الخبيز ديالها هنا ولا على اليمين اللي بغات تسيا شوف هادي حتى هي نديروا لهم هكا خطير 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 كيجيو في الطبله كيحمقوا يلا البنات نعاودوا نوريكم الاثمنه ديالهم هادو 6 كيبقاو 149 هادو 6 كيبقاو 120 هادو 96 درهم 96 درهم 649 شتو وكاينه كميه ولا برومو غتسالي
مع انتهاء الكميه. يعني ما غنقولش لكم هاد لا برومو غتسالي من بعد سيمانه من بعد جوج من بعد، الا تقدر ثاني حتى سيمانه تقدر حتى سيمانه تسالي الكميه. حنا ما عارفينش حنا مادام عندها ثلاث المحلات فوالا، دونك اللي كيتباع هنا غيتباع ليه. دونك هما ان شاء الله يا ربي يجيو بكري وياخذوا كل شيء. كنعاود نذكر ومن هنا ننظموا لي تراسنا حتى في الوقت رمضان. تماما سي فري، شحال حاجه تابعانها التخمال هذا العجينه. المهم كنا بعدا حيدنا الماء عند امي انس ديالنا ونشوفوا واش غادي نطيبوا ونديروا الحطات ديالنا، الحطه مثلا ديال 10 ايام الاولى مثلا. كاين السيدات كيبغيو كل مره دير الحطه في شكل ياك فوالا. دابا هي دات لكم مثلا تاخذ ديزوي بيس مثلا في واحد البغوضي تاخذ ديزوي في لاسوا تاخذ، فهمتي؟ ماشي ولا بدا تاخذ 36 ديال تماما واحد تاخذ طقم مثلا طقم بغوضي تاخذ واحد دوغي واحد خضر كيولي عند انت دو طاب تماما سي فري. كل واحد على حسب المستلزمات ديالو والحاجات ديالو. تبارك الله عليك. عرفتي عرفت شنو نقول لكم البنات؟ الخيال العلمي سورتو هاد لي زارتيكل كومبليمونتير اللي كنزوقوا بهم الطبله شي حاجه خطيره، وكانوا تيكونوا غير دي كونتيتي اللي هما قلال. دابا جبت لكم كميه كبيره فحاولوا تستافدوا. بقاو معايا البنات وما تشوفين ما بغيتش نزيد نطول عليكم حيت بغيت نديروا واحد الدوره في البريدات مدام فيزا وفي الكويسات. يلا البنات بقاو معايا. دابا البنات غادي ننتقلوا للبريردات. كنعاود نذكر راه باش ما نجيش الفيديو طويل، كاين الاشكال وانواع في البريردات. وتحيه لكاع السيدات اللي استافدوا من البرومو ديال البريردات اللي كانت دارت لكم مدام فيزا. خداو البريردات وداروا داك العشقه ديالهم، عاد شحال ما كانوا كيتسناو في البرومو. فبصحتكم وراحتكم بغي نقول لكم البريردات راه باقي متوفرين، ودارت لكم ثاني خلات لكم واحد لابتيت برومو اللي خدات واحد ياك ناقص 10% اللي خدات جوج كتنقص لها 15% من ثمن ديال البريردات. ولكن ما غنوقفش عليهم بزاف. علاش البنات؟ لانه كاين الجديد البنات اللي هما هاد لي ميرفي هاد الفنيقات هادو شفتو فنيقات. كنقولوا بصحتكم البراد اللي خداو في الفيديو الفارط. دابا ان شاء الله يكملوا بالاطقم ديال رمضان. هادو كانوا تطلبوا لي الزبونات الفنيقات، كانوا كيجيو عندها تيقولوا بغينا باش نكملوا الحطه ديال الصينيه. وانا دابا كاع الزبونات ديالنا اللي خدات مثلا زوقت الريطه راه درنا ليها الفنايق في الريطه. شفتو شوف تجي تاخذها شفتو ها هي. قلت لكم داك الشيء ماشي بحال نحن لا نشبه الاخرين. اللي خداتو بالسلسله ها هو البنات السلسله نقات بالسلسله وثلاثه القطع الكبيره المويه الصغيره. اللي خدات الاوسكار ولا السلطان بالمربع ها هو المربع. شوف شوف كيبان البنات بحال في حجره ديال شواروفسكي. اكزاكتومون. اللي خدات الشراط تخي بلون ها هو اللي عنده شي دره ديال بخيكاهو راه الفنيقات ديالو كاينين. واللي كيتقدروا يستعملوا كل وحده بوحدها، كيقدروا يستعملوا بحال ستيل بونبونيير، كيقدروا يستعملوا حتى الناس اللي كيديروا فيهم تقدري ديريها فيها مثلا السنو شباكيه التمر التمرات. شتي مولا منى انا درت لهم حتى لي بوكي. ضحكات قالت لي درت لهم الحويلقات. عرفتي بالضحك زوينين باش ديرها بونبونيير ديرها في بيت النعاس ديرها التمرات هكا فهمتي؟ كاين زوين. انا بحال دابا هنا ما غنديرش لهم اتاي والسكر والبنان، انا غنعمرهم غير بالشوكولا. ياك تنايا. كوكسات فهمتي؟ بصح الحلوى ديري فيها انواع ديال الحلوى. انا مثلا باش نبروتيجيها ناخذ هادو ديال الفخيكا هاد ونعمرها بالتوشيات ديالي. خديت هادو ديال لي 120 درهم نعمرهم بهادو. تبارك الله عليك. كاين اللي كيدير كيفرش لهم ورق الزبده ولا بابي بابي الومنيوم عطا الله. هما يسون سانيتيغ واخا ما دير فيهم والو. تبارك الله. تغسلهم غير ياك اينوكس هادو. غير تغسلهم ما بديت نجو. فنين 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 البنات كيحمقوا كيهبلوا وكتمشي. اللي قلتي لي حاجه زوينه اللي بغاتهم بالصوينيه ديالهم بوسيب، اللي بغاتهم بلا صينيه سي بوسيب. كل حاجه بوحدها. كل حاجه بوحدها. بحال دابا حتى الرجيلات كاين اللي كيختلفوا مدام ونا، حتى الرجيلات تبرعنا فيهم. صح هانتوما شو هاد الرجيلات شو هاد الرجيلات هكا. دابا اللي بغاتهم بلا صينيه بحال كيتقام. انا بغيت نقول لو بخي ديال المتابعين. ديال المتابعين حنا كنبيعوهم هنا ب 600 درهم. انت قلتي لي ولا بدا نديروا شي حاجه للمتابعات غديروا لهم 500 درهم. يلا شوفي هو هذا مدام. ثلاثه كنمشيو ثلاثه. وانا كنصحهم يستعملوا الاتاي ومن غير اتاي. شتي كيفاش تيجيو حلوين. عرفتي غير فوق ديك الميغبار ولا مثلا هكا كديكوراسيون شوفوا كيفاش جاو. وإلا بغيت معاهم الصينيه. هذه 250 المتابعات ديالنا 200 درهم. 200 كتبقى ب 200 درهم البنات. يعني دابا الا بغيت ناخذهم انا كامله كتقام لي تقريبا 700 درهم. يمكن اللي بغات هي الا بغات ما بغيتيش نستعملوا حنا تنفرقوا فيه مثلا الامرنا كويسات بوغ باسكو ندوزو كويسات داتاي نحطو فيه كويسات داتاي ندوزوهم كويسات ديما. تبارك الله عليك. انا ندير فيه تلا سلطه انا فهمتي اي حاجه غزالين فنين.
فنين 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 البنات، وربعه ديال الزواقات مختلفين، ودي بخي ليكم نتوما. هادو شكيلات حصريين عند مدام فايزه. كنعاود نذكر كيبقاو ليكم ب 500 درهم العوض ديال 600، واللي بغات معاهم حتى الصوينيه ديالهم كتبقى ليكم ب 200 درهم، يعني لونسومبل كامل كيبقى ب 700 درهم. وضروري ما نوريكم حتى الفضه، بقاو معايا البنات، غنوريكم لي بلاطو ديال الفضه. ها هما البنات، الناس اللي كيسولونا ريكتانغولير، درنا ريكتانغولير، درنا فيه القياسات بزاف، وتبارك الله كاين اتساع بصح. درنا لي بليد، لي بليد هكا، واللي بليد على الانتيغيير فوالا. برجيلات كيف ما كيبان لكم، هذا 50 على 40، 50 على 40، 50 على 40 بليد، وبليد مني اللي بغات هي، بغاتهم لو شوا على حساب لو شوا. شفتي شحال كبيره مدام، تبارك الله ما شاء الله، عرفتي دي زارتيكل واعرين. وكاين ثاني هذا لو ستيل، هذا هو بيست سيلر، هذا تبارك الله تعجب المتابعات ديالنا. علاش؟ حيت هذا الصينيه وتا الصبان ملي كتبغي تحطها في الطاطار وداك الشيء. شو هذا؟ كيبقى 1300 درهم، هذا 1300 درهم. شحال هذا؟ 1200. هذا 1200، بحال هذا بحال هذا. هذا 50، كاين ما كبر منه، كاين ما كبر مازال، كاين ما كبر منه. تبارك الله عليك، بقاو معايا البنات، غنمشيو لهاد لابارتي هنايا ديريكتومون. ها هو البنات، واو البنات، واو واو واو. هذا 55 ولا 60؟ بلاتي البنات بقاو معايا، ها نتوما البنات، انا كنوريه لكم هكا من بعد باش تشوفوه. وكاين حتى هو اللي ديالو انتيغري، وكاين فين هو، ها هو اللي الايد ديالو خارجه. اللي بغات، اللي بغات. تاهما شحال ديال البخي؟ هادو 1500، 1500، 1500. كبير بزاف، هذا كبر من اللي شفنا. كبير، كبر من اللي شفنا. كاين حتى هادو، كاين هادو اللي كنا تبع اللي درنا الغوتي والحوته وكلشي، كبارين البنات، كبار 70 هذا، 70 هذا. كاين ثاني المزوق، وكاين البنات اللي كيجي هكا افي ميغوار سامبل. شحال كيبقاو تاهما؟ هذا 1000 درهم، 1000 درهم البنات. 1000 درهم العبار ديال 70. وكاين لي بلاطو بغاسلي ديالنا، شوف ها هما زوينه، عجبتني البلاطو بغاسلي، كيجيو بحال البغاسلي ديالنا، راه صوبنا بحال الدبليج. هذا فنين. شحال العبار تقريبا هذه؟ هذا ال 50، 50 ال 45 و 40. تبارك الله، القياس اللي بغيتي، اللي بغيتي. ولا الاثمنه، الاثمنه 1000 درهم، 800 درهم، 600. سبحان الله، شتو البنات فنين فنين. وكاينه مدام منى اللي كيعجبني بزاف، راه دير بحال الفلاور هكا من البلاطو. شتو بحال دابا مع اميره، جا غزال، جا كيحمق. شوف الصوينه اللي وريت لكم في الاول، جا خطير. هذا الثمن ديالو كيجي بحال 60 وريضه. شتو هذا شحال؟ حتى هو اللي كاين اللي فيه اليدين، كاين اللي ما فيهش اليدين، وبجوم لو ميم بخي، لو ميم بخي. شحال؟ 1000 درهم، 1000 درهم، 1000 درهم البنات. تيجي زوين بالورده هكا، يجي مع البغوضي، يجي مع اميره، خطير خطير. ما يمكنش تدخلي للمحل وما تعجبكش حاجه وجوج وثلاثه واربعه وخمسه. هما البنات حاولنا في كل في كل يعني باك ولا في كل طقم نديروا لكم دي باك، نديروا لكم دي برومو، نديروا لكم الفابور ودي بخي امباطابل ليكم نتوما حصريين. نديروا واحد واحد لا واحد كنقولوا حنايا واحد الدويره خفيفه ظريفه باغيه في الكويسات، بدا لك الكويسات هذا حمقوني. علاش الكيسان يجيو تخليو لهم الثمن ديال البرومو ديالهم؟ شحال كيبقاو؟ كنا درنا في الفيديو الفار 350، باش ماشي بعد حيت ما درناش في الفيديو صح 350، 12 12 باش نفس البرومو استفدوا منه. تماما، كيجيو هكا كولوغي فنين شكيلات. شوفوا فين، شوفوا البنات، شوفوا هذا كاين الخميسه، وريني ديال الخميسه وديال الطوير خطير حتى هو. شوفوا شوفوا ها هو، هانتوما البنات 350 درهم البنات، 12 كاس 350 درهم. شفتوا عندكم ان لارج شوا، كاين حتى بحال هادو حتى هما، حتى هما لو ميم بخي 300. هذا ايديسيون ليميتي، ما بقاش، ما فيش في كميه قليله، كتاب لها بصحتها. فوالا هذا ايديسيون ليميتي اللي كتاب لها بصحتها، ولا شحال كيبقى؟ حتى هو 350. وهذا كاين فيه هذاك العريشات بحال هكا، هذاك ب 649 درهم. حتى هو غنشوفوه ونوريه لكم بلا تبقاو معايا. ها انتم البنات، هما هذو اللي قلت لكم، حتى هما كيبقاو بشحال هذاك ديال 149، 149 6 649. وكاين حتى هذو ديال البابيون، حتى هما هذو 200 درهم، 200 درهم لي 6، لي 6 200 درهم. شي حاجه خطيره. شوفوا ديال لي بابيون، كاين هادو حتى هما، كاين هاد الخميسه دابا غادي وقتو هادشي. فوالا هذا عندي، هذا هو اللي عندي انايا، واعر واعر. انا كنت نشرفيه في الدار 99 درهم، تري سامبل و انديمودابل، وزوين تيبقى. هذا هو العواشر، هذه مزيانه هاد الخميسه، 99 درهم. شتو فنين ديال بيرلاتشي حتى هو، ولكن لو ستار ديالنا حنايا هي البنات كيف ما كيبان لكم هنايا. كندير لكم نضرب بكم واحد الدويره في لو ماكازان، هو هاد
لي كولور غادو لي حمقوني وخلاوني بلا حتى كلا راه خداو بريكاسو بلاطويا دابا يكملوه بالاطقم باش جيهم كلشي عندهم الحمد لله. تبارك الله. شوف الطبيله شوف الطبيله كيفاش جات مدام منى الله يحفظك. الله مع لا سوبيير شتو دائما فن التاويل مع مدام فايزه داكشي روعه 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 روعه. شتو البنات كيفاش كتجي ياك هاد لي بلاطو مدام فايزه باقيين ديسپونيبل ما بقاوش هادو ما بقاوش البنات شي حاجه قليله شي حاجه قليله شتو كاينين لا اللي بغات تاخذ بحال هكا ديت بغات كاين السيدات كتبغي راه كتنقل منك الطبله تاخذوا تاخذوا كاين شي حاجه كاين شي حاجه كاين شي حاجه ماشي بكميه ديال الحل جديد شتو هانتوما هاد الطبيله شوفوا باش حتى الناس اللي بغاو ياخذوا دابا اللي خداتو اي طاقم تقدروا معاه شتو فن هذا الطبيله الاولى باش نختم معاكم شوفوا الطبيله الثانيه البنات شوفوا الطبيله الثانيه كيفاش كتجي دايره كتجي كتحمق حتى هي شتو وشوفوا معايا الطبيله الثالثه ديال اميره هانتوما البنات غزال 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 تبارك الله عليك يا مدام فايزه وشكرا لك على هذا الفيديو هذه انا بغيت نشوف الزبونات ديالنا وغادي نوعدوا مع نكون غنبقى نجي ساعه ساعه ان شاء الله وخمسه حتى كيبغيو يتلاقاو بك سي فري هي حيت كتكون هنا كتكون في المحل الاخر كتمشي للمحل ديال الرباط باش هكا توقف اللي توقف على لي زارتيكل تماما كنعاود نذكر ياك نفس لي زارتيكل ونفس لي برومو جميع المحلات جميع المحلات حيت كاين الناس اللي كيقول لك لا ما نمشيش ديال هذا واخا بحال بحال البنات نفس السلعه دابا تبارك الله حتى في المارينا شوفي كاين الناس ولا كيمشيو لتما تماما البنات تاهما غزلات غزالات تبارك الله كلشي شوفي اللي ولف شي حد شي عنده كلهم غزالين اللي ولف في البلاد ديال تاشفي مرحبا اللي ولف في البلاد ديال المارينا مرحبا اللي بغى لونسين بخيكاهم سي لا ميم شوز وانا فرحانه بزاف اللي درت لهم الكادويات ودرت لهم لي بروموسيون ونتمنى لهم رمضان كريم يا ربي الصحه والعافيه شتو البنات تبارك الله شر ما بيناش كلشي البنات راه شويه 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 غير انا كنصحهم نعم يعني يكملوا خداو الفضه يكملوا دابا بالاطقم ديال سورتو السيدات اللي استافدوا ديك المره يستافدوا بهذا الشيء درنا لي برومو يستافدوا لان هي مدام فيجا ما كتبغيش الطبله تبقى مفرومه مفرومه كتبغي هذا كادو اي باش ما تحط ليناش ما نحطوش هذه شتو هذه درت انا كادو من عندي تبارك الله تبارك الله عليك شكرا لك بزاف 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 وكنتمنى ان هاد لا فيديو تكون عجباتكم عجبكم لي برومو عجبكم لي باكول جديد اللي جابت لكم مدام فايزه ومازال ملي غتجيو المحل غتكتشفوا حويجات جداد لان كل مره تبارك الله هي كتحط الجديد حنا اللي كنتسناو منكم فقط غير جيم وبارطاج وتابعوا على لاباج ديال انستغرام اللي هي بريكاهوم اوفيسيال وحنا انا دابا تنصاوبوا الويب سايت ديالنا ان شاء الله باذن الله راه خدامه عليه منين يوجد مدام منى غتعرفي به الزبون باش الناس اللي يتقداو اون لين كاع مثلا اللي بعيد اللي بعادين حيت فكرت فيكم فكرت باش يبداو يديروا اون لين صح يديروا تقداو اللي بلي غنحطوه تما بلي برومو بكل شيء لا غيكونوش بلي برومو لي برومو نخليهم حنايا لهنايا واخا تاخذ من لو سيت مثلا غتقولي انا جيت من عند منى غنديروا لها نديروا لها كود برومو كود كود برومو من الناس العاديين اللي مثلا اللي غيدخلوا لو سيت باش ما نوضروهمش نخليهم حتى هذيك هذا ونفهمهم كل شيء ان شاء الله المهم نتمناو لها ان شاء الله حظ سعيد ان شاء الله وموفق ان شاء الله في هذا لو سيت ديالها اللي غادي دير وغيكونوا مفاجات غيكونوا دي كادو ديما الجديد مع بريكاهوم وفايزاتي انا ما نقول مدام فايزه فايزاتي ليموناتي ليمونات ديالنا لي سوغيت ديالنا تبارك الله عليك فايزاتي العزيزه الله يكبر بك والله يخليك ليا والله يحفظكم انتم متابعاتي الاعزاء وعواشركم بروكه الله يدخل عليكم هذا الشهر الفضيل بالصحه وبالسلامه وباش ما تميتوا ان شاء الله تبرعوا برعوا الطبيلات ديالكم خلقوا اجواء زوينه مع بعضياتكم مع الناس اللي عزاز عليكم بيان سور حنا غير حنا دابا هذا العام توحشنا الناس ضروري غيكونوا العراضات ياك والله داكشي اللي بغينا غير دابا خصنا نعرضوا نباتوا عند الناس ياك نباتوا تباتوا الصباح باش ناكلوا في الفطور والعشاء والسحور نبقاو فايقين حتى نهزوا الطوبيلات ونمشيو لدار عندنا زوينة عجبتني والله تعجبتني حتى الفجر وبنادم هز الطوبيلات ومشي لدارهم صافي هادشي اللي عطاتكم لاستيس شنو غنديروا يلا البنات جيمو بارطاج عواشركم مبروكه نخلي مدام فايزه تختم معاكم يلا كنتمنى لكم عواشر مبروكه رمضان كريم الصحه والعافيه الصحه هي كل شيء والله يحفظنا ويحفظكم من هذا الوباء ومرحبا بكم الف مرحبا ونتمنى هذه الهدايا اللي درت لكم اليوم يكون راقتكم وكنشكر بزاف مدام منى اللي كتبغي لونسين ديال بريكاهوم ومقتنعه بلي برودوي ديالها قولي واش كاين شي واحد اللي كيشوف عنده عويناته يدخل المحل وما يعجبوش دابا تنجيو عندنا باش نصوروا تيقولوا لهم لا منى 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 والله العظيم
عايزه الله يكبر بيك. متابعي القناه كنتمنى ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم، تكونوا استفدتوا منها وعجبوكم لي برومو ديالها. جميع المعلومات كنخليها لكم في صندوق الوصف، الفروع ديالهم، ارقام الهاتف، كيليفريو في كازا، خارج كازا وحتى خارج المغرب. مره اخرى غنقول لكم عواشركم مبروكه والى اللقاء.